سعيد جدا بهذا اللقاء، ونحن في محطة مهنية استثنائية، محطة أبان فيها المحاميات والمحامين المغاربة عن وعيهم ومهنيتهم ومسؤوليتهم التاريخية. موضوع اليوم هو مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي. نشكر أولا هذا المشروع، نشكر مشروع قانون المسطرة المدنية بعلته بما يشوبه، لأنه خبر لنا مصير مهنة المحاماة ببلادنا، لأنه خبر لنا مستقبل التشريع بالمملكة المغربية. هذا المشروع، وكما سبق أن جاء في كلمات الزميلين السابقين، المشروع نال الكثير من النقاش، وأعتقد أنه لا زال يحتاج إلى مناقشة، وأعتقد أنه لا زال يحتاج إلى مناقشة وتحليل دقيق وصحيح، لأن هذا القانون أو هذا المشروع من الناحية المنهجية والشكلية فهو مليء بالاختلالات والتي هي بالآلاف، أما من حيث المحتوى والمضمون فهو جيد في جانب منه، لأننا لا نبخس أو ضمنا ليس من أجل التبخيس، ولكن ننوه بما يجب التنويه به. فحوى هذا المشروع جيد في العديد من المقتضيات، ولكنه سيء أيضا في مقتضيات أخرى أربكت هذا المشروع من أساسه. من الناحية المنهجية أقول هذا المشروع الذي عرف تطورا لسنوات منذ أعتقد الوزير السابق المرحوم النقيب الناصري، إذا كان هذا الأمر وكذلك، وهو مجهود طبعا مشترك، ولازلت أتذكر، وهذا ليس من باب تقديم الورود للزميل الأستاذ الربيع مصطفى، ولكن لازلت أتذكر كيف أن زميلنا النقيب الأستاذ الصقلي من هيئة القنيطرة بمجرد تدخله أو مداخلته في إحدى الندوات كلف وزير العقد وقتها الأستاذ ربيع مصطفى عضوا في لجنة إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، وكان يشتغل مع مدير التشريع آنذاك، أعتقد كان الأستاذ بوديجا وكان مع السي قاسم وآخرون. حينما نتكلم عن التشاركية، حينما نتكلم عن الحوار الفعال الحقيقي الجاد، وأنا مثير أريد أن أفتح قوسا وهي مناسبة لنا الاستثناء من حقنا نتكلم على الوجه. يوم أمس أسمع كلاما عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالحوار، الحوار ليس هو اللقاء، ليس كل لقاء حوار وكل حوار لقاء. اللقاء من أجل زيارة المجاملة، من أجل طرح بعض المواضيع، ليس حوار. الحوار هو الجلوس إلى الطاولة
وتقديم الافكار والمبادرات والاقتراحات ومناقشتها. هذا الشيء اللي كان السي مصطفى عندكم، وهذا الشيء اللي درنا في عهد الوزير ما قبل الاخير الوزير محمد بن عبد القادر، وكنتكلم تحت الرقابه ديال النقيب بن وين، وكان انا وكان واحد شكون اللي كان معنا اسامه اغناج ونقباء اخرون من مختلف، كنا في اللجنه وكنسجلوا المحاضر. هذا هو الحوار. لما نقول اغلاق باب الحوار، انا كنصحح هذا وغادي نعرف هذا الشيء غادي يخرج. لما كنقول اغلاق باب الحوار هو عدم الاستماع للراي الاخر وعدم معالجته وعدم تناوله، ولكن اللقاء انا كنقولها في القاعه لم يسبق بتاتا لا للسيد وزير العلم ولا لمصالح الوزاره ان اغلقوا باب اللقاء مع اي منهم. الرئيس بوقاش ما اتصل بالوزير يقول له شوف يقول مرحبا اش نزول اللبس، ولكن هل اللقاء حوار؟ هل عندما تقدم مذكرات وكيقول لك الوزير انا سادرسها وغادي نشوف ونقرر، ساقرر بمعنى ما خديتيش الراي انا كنعطيك انت التي تقرر، اللبس لا تنزولو. مطالب المحاميات والمحامين المغاربه في هذا المشروع هي مطالب كانت جد موضوعيه وبسيطه وتهم في جانب كبير مصلحه وحقوق المتقاضين المواطنين المتقاضين، ومقتضيات محدوده جدا تهم مجال عمل المحامي وتهم مهنه المحاماه. لا أريد أن أفصل في هذه المقتضيات لأن أمامي زملاء وأمامي هرمين، أستاذ مصطفى رميد ومعي الأستاذ الكبير الطبيع هرمين مهنيين وسياسيين ومعنا الزميل أستاذ يتو الباحث والبارع في مجال البحث، سيتطرقون جميعا إلى هذه التفاصيل. ولكن ما نسجله أن مشروع قانون المسطرة المدنية وراه العنوان كبير، هادشي اللي جابنا السي عبد الإله عنوان كبير في الميزان الدستوري، مشروع المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي عنوان كبير، خصنا نرجعو هاد المشروع نقراو مزيان ونتكلمو نتحدثو عن مدى حماية حقوق المواطن المتقاضي. هل هذا المشروع يوفر حماية قانونية للمتقاضي؟ هذا السؤال غادي تجاوبوا عليه. هل المحاكم اليوم هي معامل لصنع وإنتاج الأحكام في إطار السرعة لكي يكرسها دستور عفوا مشروع قانون المسطرة المدنية؟ فتحنا أو قدمنا مذكرات ترافعنا جيدا في البرلمان وامام لجنه عدم التشريع والفروق البرلمانيه، ولكن كما قلت الحمد لله هذا المشروع خبر لنا مستقبل التشريع وخبر لنا كيف يمكن ان يتعامل مع مهنه المحاماه ومع المواطن ومع التشريع في بلادنا. اليوم قد نصل الى تضخم التشريع، قد نصل وانا اخشى ما اخشى ان نصل الى تضخم تشريعي يجعل هذه المبادئ الدستوريه والحقوقيه. ماذا جاء به المشروع في ازمه التنفيذ؟ خلق لنا مؤسسه قاضي التنفيذ، هذا شيء جميل. اذا رجعتم الى تاريخ القضاء والقانون المصري أجمع الفقه والقضاء على فشل مؤسسة قاضي التنفيذ في مصر. في فرنسا بعد 25 سنة حاولت الدولة هي آلية العمل بمؤسسة قاضي التنفيذ، الحمد لله كيتمشاو مزيان، ولكن هنا إذا امتنع المفوض القضاء يأمره قاضي التنفيذ لمواصلة التنفيذ. هذا دور عندنا توفر أو مشروع القانون الحالي المصري المدنية يتوفر على مقتضيات جيدة
خاصة في الباب المتعلق بالتنفيذ. وأشار إليها نقيب الأستاذ نقيب الصقلي في أطروحته وفي بحثه الذي يعتبر بحثا غنيا، لخصها في ثلاث محطات: صعوبة التنفيذ تعالج في إطار 26، مادة 26 و 436 و 149، بحيث أن هذه المقتضيات دابا انت جبتيني المسطره المدنيه وخا جبتيني اليوم كتقول لي سكت راه خصني نبقى نتكلم، راه مشكل وجايني من وجده بزاف. كاين مشكل، انا اللي بغيت ننبه ليه وهذا الشيء غادي يطرقوا للاخوان، اللي بغيت ننبه ليه ان مشروع قانون المسطره المدنيه لما كنقول لا زال يحتاج الى دراسه، لانه موسوم بالسرعه ماشي في الاعداد، الاعداد ربطه كان منذ سنوات، ولكن تعدل التعديل الذي وقع في مشروع. انا كنراجع المسوده ديال وزير العدل الاستاذ مصطفى الرميض، راه عاد عندي ورقيا، راه مازال عندي ورقيا 2015 كنجبدها كنقرا فيها. يا ريت بكل صراحة، راه ما كنقدملكش الورقة السيد الوزير، راه ماشي ليس من طبعي لو كان أن عندك شي حاجة تقولها لك هنا فوق المنصة، ولا لو حافظوا على كان خصها شوية تلقيح مع هاد الرقمنة، لأن السير كانت الرقمنة شوية مازال كيجري لها ولكن ما نحكش عليها، ديروا شوية ديال المقتضيات المتعلقة بالرقمنة كانت غادي تكون جيدة، لأن تم الخدش فيها، والسرعة اللي تم الإنجاز بها هذا المشروع هو اللي خلق فيه ارتباك. ولذلك انا كنقول هذا المشروع لا زال في حاجة، وربما هذه السرعة ليس فقط في الإعداد أو في ماشي الإعداد القانون كامل، في الإعداد الصيغة النهائية وفي طريقة تناوله ومناقشته في البرلمان. لجنة العدل والتشريع أنا مازال كنسمع الإخوة البرلمانيين زملاء، ولجنة العدل كيناقشوا 200 ما يبدا في جلسة واحدة. وراه المسطره المدنيه جوج مرات ما قلتلكش، يعني الابعاد ديالها والحموله القضائيه والقانونيه والتاريخيه صعب. ولذلك كان واحد ديال السرعه. ونزيد لكم انا غادي نختم، لانه هذا الموضوع شيق بالنسبه ليا، ولكن يعني عندي ما نقول فيه، ولكن غادي نعطي الاشارات. ولا اتفقوا معايا الاخوان القاعه، اهم انجاز في المغرب هو احداث المحاكم الاداريه. اهم انجاز اليوم المواطن يقاضي الإدارة، يقاضي القرار الإداري. اليوم كتجي 375 كيقول لنا بأن القرارات الصادرة في مبنى تدفع الشرعية القرار الإدارية غير قابلة للدعم بالمقام. شيء جميل في المغرب اليوم، شيء تبارك الله علينا، شيء مستوى عالي جدا. ما نطلعوش محكمة النقد لا تؤدي دورها الوظيفي في توحيد الاجتهاد القضائي. يعني مقتضيات تسيء، لا أقول لمستقبل المغرب فقط، تسيء لحاضر المغرب. لذلك فنحن لا زلنا نترافع في مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب، معية جميع السادة النقباء وجميع السادة أعضاء المكتب، الذي أشد على أيديهم بكل حرارة، وجدت فيهم الدعم والسند والعمل الجاد والمسؤول. وجدت فيكم أيضا، وجدت فيكم الرجال والنساء المحاميات والمحامين. وشكرا.